بونجور شيرز اليف، جيسبر كو فوز الي بيان. دونك مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاول نخدموا اول جهوي اونصوم، صافي من اتشال زيد، يعني من البدايه ديالو حتى النهايه ديالو. كنتمنى انك غادي تتبع معايا مزيان باش نفهموا هذه المسائل كلها. تري بيان، دونك هنا غادي نبداو باول مساله واللي هي لا ريستيتيوشن دي كونيسونس او لا استرداد المعارف. الا لاحظتي معايا هنا شنو عاطينا، عاطينا اون ديفينيسيون داكوغ. قال لك اسيدي ديفينيغ لا سيلول نيرفوز، يعني شنو هي لا سيلول نيرفوز او شنو هو لو نورون. كما تنعرفوا فانطلاقا مما درسناه في الدرس ديال لو سيستيم نيرفو، حنا تعرفنا على لو نورون بحيث ان لو نورون راه هو الوحده الوظيفيه والبنيويه ديال لو سيستيم نيرفو، وبالتالي الجواب هو سي لونيتي ستركتورال اي فونكسيونيل دو سيستيم نيرفو. صافي مزيان. بي سيتي ان دونجي كي مناس لا سونتي دو سيستيم نيرفو اي ان اوتر كي مناس لا سونتي دو سيستيم موسكولير. قالك هنا حدد ليا، صافي عطيني واحد الخطر اللي كيهدد لو سيستيم نيرفو، خطر اخر كنت يهدد لو سيستيم موسكولير. تري بيان، دونك هنا بالنسبه لو سيستيم نيرفو فنقدر نوضعو مثلا لا دروغ او لا الكول. صافي بالنسبه لو سيستيم موسكولير نقدروا نوضعو دي شيرور، نقدروا نزيدو حتى ايلونغاسيون موسكولير، طوندينيت، ماشي اشكال. سي بيان. سي c'était les éléments intervenant dans le réflexe médulaire. Nous connaissons que le réflexe médulaire est l'équivalent de le mouvement involontaire, le mouvement irradié. Donc, la question est de savoir quels sont les éléments qui sont entrés dans le réflexe médulaire. Très bien. Donc, nous connaissons que le mouvement involontaire ou le réflexe médulaire est un mouvement entre la sensibilité consciente ou le mouvement فولونتير، وبالتالي شكون هما العناصر اللي غتكون متدخله. فبطبيعه الحال غادي يكونوا عندنا لي ريسبتور سونسيتيف، وهنا راه كنتكلموا على لابو. عندنا لي كونديكتور سونسيتيف، الموصلات الحسيه، وهنا راه لي نير بيان سور، لي نير سونسيتيف. عندنا لو سونتر نيرفو اللي في هذه الحاله ما غيكونش لو سيرفو مي غادي يكون لا مويل ايبينيير. صافي حنا كنعرفوا ان في لو موفمون انفولونتير ف لا مويل ايبينيير او النخاع الشوكي فتلعب دور ديال مركز عصبي. مزيان. باغ لا سويت عندنا لي كونديكتور موتور اللي هما لي نير، مي سيت فوا غادي يكونوا لي نير موتور. وعندنا لي زيفيكتور موتور اللي هما العضلات. دونك هنا عندنا جميع العناصر اللي كتدخل في لو موفمون انفولونتير او لو ريفلكس ميدولير. تري بيان، نمر هنا. عطينا واحد لو تيكست اترو، عطينا واحد النص اللي فيه فراغات، حنا سنحاول ان نملأ هاد الفراغات بالكلمات التاليه. راه عطينا حتى الكلمات. صافي تري بيان. دونك هنا ابخي سا سونسيبيليزاسيون باغ ان دوني، شنو غادي نوضعو هنايا؟ شنو هو العنصر اللي كيديكلونشي لينا اون ريبونس ايمونيتير؟ بيان سور هو لونتيجين. دونك ابخي لا سونسيبيليزاسيون باغ لونتيجين دوني، لي سو ديفيرونسي اون لانفوسيت تي ميموار اي لانفوسيت تي سي. شكون هما اللمفاويات اللي غادي يتفرقوا وغادي يعطيونا لي لانفوسيت تي ميموار لي لانفوسيت تي سي؟ بيان سور هما لي لانفوسيت. دايما حاول تقرا النص ديال كامل، صافي تشوف العباره اللي تابعه الفراغ. مزيان. سي ديرني كيس كيل فون ديتروير، ايل فون ديتروير لي سيلول انفكتي، يعني الخلايا الغير العاديه. ها مزيان. ايل ساجي دون ريبونس ايمونيتير ا ميدياسيون. وانا لاحظتي معايا راه عطينا جوج، راه واحد الكلمه غادي تبقى زايده، عطينا ايموغال وسيلول. حنا راه ديجا تكلمنا على هادشي الاف المرات. ملي كتكون لا ريبونس ايمونيتير تيتدخلوا فيها لي لانفوسيت تي فهي راه تتكون سيلولير، الا كانوا تيتدخلوا فيها لي زونتيكور راه ايموغال. حنا في هذه الحاله عندنا لي لانفوسيت تي وعندنا التي اس سي وعندنا التي ميموار، دونك راه كنتكلموا على ريبونس ايمونيتير افوا سيلولير. مزيان. دابا اون فا ايسيي دو ريبوندغ باغ فغي او فون، غنجاوبو بصحيح او لا خطا. لا فيبغ موسكولير ايت اون سيلول لونغ اي بلوري نوكلي. صافي قال لك لا فيبر موسكولير هي واحد الخليه اللي طويله وكتكون متعدده النواة. هذه المعلومه بطبيعه الحال هي صحيحه. مزيان. بي او نيفو دو لا مويل ايبينيير لا ماتيير غريز اونطور لا ماتيير بلونش. شنو بغا يقول لك هنا؟ قال لك اسيدي على مستوى النخاع الشوكي فديك الماده الرماديه كتكون هي اللي برا، صافي، والوسط كتكون الماده البيضاء. هذا خطا. هذه المساله هذه كنلقاوها في لونسيفال ماشي في لاموال ايبينيير. لاموال ايبينيير لا ماتيير غريز بالعكس كتكون الوسط و تيكون كيحيط بها لا ماتيير بلونش. دونك هذه المساله هذه فهي خاطئه. مزيان. سي لير دو سونسيبيليتي جينيرال سو لوكاليز او نيفو دو كورتكس سيريبرال دوفون لو سيون دو رولاندو.
حتى هذه المساله هذه اللي عقلتوا معايا ملي شفنا الدوكيومون ديال لو كورتيكس سيريبرال. شنو لقينا؟ شنو لاحظنا؟ لاحظنا ان كاين داك شق رولاندو، امام شق رولاندو ما كنلقاش لير دو سونسيبيليتي جينيرال، ما كنلقاش الباحه الحسيه العامه، بالعكس كنلقى لير موتريس، يعني الباحه الحركيه اللي كتكون امام شق رولاندو. وراء شق رولاندو اش كنلقى؟ كنلقى لير دو سونسيبيليتي جينيرال. يعني هنا المعلومه اولا الجمله راها خاطئه. صافي مزيان. دي او نيفو دو لا بلاك موتريس لي راميفيكاسيون دو شاك نورون موتور سولي ا بلوزيغ فيبر موسكولير. طبعا حنا عاد تكلمنا على لا بلاك موتريس، شنو قلنا عليها؟ قلنا عليها ان هي المنطقه ديال لا كومونيكاسيون اولا ديال الارتباط اولا ديال التواصل اللي تيكون ما بين شكون؟ ما بين واحد لو موتور نورون اولا نورون موتور، صافي عصب حركي، و لا فيبر موسكولير يعني الخليه العضليه. اذا هذه المعلومه راها صحيحه. صافي مفهوم؟ جيد. تري بيان. هنا غنكملوا هذا السداد المعارف بهذا التمرين هذا اللي كيطلب منك تصيل بسام. دونك لا شنو عندك؟ عندك لي لانفوسيتي، لا سيروثيرابي، لي زونتيبيوتيك ولا سبوريلاسيون. مزيان. لي لانفوسيتي شنو عندي هنا؟ عندي سبستانس كيميك سينتيتيك ايتترا، ترانسفير دو ليمينيتي، مود دو ملتيبليكاسيون، سبستانس سكريتي، انترفيان دون لا ريبونس ايمونيتير سيلولير. بطبيعة الحال حنا اون سي كو لي لانفوسيتي سون دي سيلول ايمونيتير كي انترفيان دون لا ريبونس ايمونيتير سيلولير. دونك هادي هي اللي صحيحة. لا سيروثيرابي او الاستمصار، حنا كنعرفوا ان لا سيروثيرابي سي اون ميثود ديد دو سيستيم ايمونيتير، يعني واحد الوسيله اللي كنساعدوا بها الجهاز المناعي. شو كنديروا في هذه المساله هذه في هذه لا ميثود؟ كنقوموا بنقل المناعه من شخص ممنع لشخص محتاج ديك المناعه، وبالتالي اش غادي تكون الجواب؟ شنو غادي يكون؟ فبطبيعه الحال ترانسفير دو ليمينيتي باغ ان سيروم كونتينون دي زونتيكور سبيسيفيك. صافي، يعني النقل ديال المناعه بواسطه ماذا؟ بواسطه المصل ولا لو سيروم. اش كيكون في هذا المصل؟ تيكونوا فيه دي زونتيكور سبيسيفيك، يعني مضادات اجسام نوعيه. بيان. لي زونتيبيوتيك، تري بيان. لي زونتيبيوتيك كما تتعرفوا حتى هما سي تا مويان ديد اللي كنعاونوا به لو سيستيم ايمونيتير. صافي، شنو منين كنجيبوا هاد لي زونتيبيوتيك؟ ف لي زونتيبيوتيك بطبيعه الحال كنستخرجوهم من ماذا؟ من دي ميكرو اورغانيزم. راهم يقدروا يكونوا حتى سانتيتيك، يعني مصنعه، ويقدروا يكونوا مستخرجه من 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 كائنات مجهريه. صافي، الدور ديالها تيتجلى في ماذا؟ تيتجلى في ايقاف تكاثر البكتيري. صافي، دونك هنا الجواب الصحيح هو سوبستانس سكريتي بار دي ميكرو اورغانيزم اي كي بلوك لا ملتيبليكاسيون بكتيريان. اش كيبقى لنا هنا؟ كيبقى لنا لا سبوريلاسيون. لا سبوريلاسيون اصدقاء هي واحد النوع او نمط من الانماط ديال التكاثر اللي كيتميزو به لي ميكروب. اش من نوع ديال لي ميكروب؟ سو سون لي شامبينيون. دونك لي شامبينيون هما لي ميكروب، نوع ديال الميكروبات اللي تيتكاثروا باغ سبوريلاسيون. مزيان. اش كيبقى لي هنا؟ كيبقى لي سوبستانس كيميك سانتيتيك كي بلوك لا ملتيبليكاسيون بكتيريان. هادي نورمالمون كون داروا لينا لي سولفاميد، صافي كون وضعوا لنا هنا لي سولفاميد، فديك الساعه ممكن ديرها مع سوبستانس كيميك سانتيتيك كي بلوك لا ملتيبليكاسيون بكتيريان. مزيان. دابا غادي نبداو في لو ريزونمون سيونتيفيك او باول تمرين. دونك شو قال لك هنا؟ دو باسيون ا اي بي سون امني اوز اورجونس دان اوبيتال، il souffre chacun d'une paralysie sans traumatisme apparent. Les premiers diagnostics montrent les résultats suivants. Donc, il y a un jour de l'âge, malade, dînahom les urgences, moustajalat, fouad l'hôpital, bjoujoum andoum wahad chalal. Hna gan ktach fouad chalal hada chna houa. Donc, bnisbal chachs A, ando une paralysie du côté droit du corps, ando chalal, fil juz l'aymen mil jism. La sensibilité générale du côté droit est intacte. الحساسيه الشعوريه ما عندناش فيها مشكل. صافي، لامويل ايبينير لي ميسك سو انتاكت، وقال لك العضلات والنخاع الشوكي ما فيهم حتى شي مشكل. صافي، هذا هو النتائج ديال لو دياغنوستيك فيما يخص شخص ا. عيد عنده شلل، يعني ما كيقدرش يحرك الجزء الايمن كامل ديالو، ما عندوش مشكل بالنسبه للحساسيه الشعوريه، ما عندوش مشكل بالنسبه لامويل ايبينير وبالنسبه لي ميسك. هذا فيما يخص شخص ا. شخص بي اش كنلاحظوا؟ باراليزي دي مومبر انفيريور، عنده شلل في الاعضاء السفلى. بيرت دو لا سونسيبيليتي جينيرال او نيفو دي دون دي مومبر انفيريور، عندوش عنده فقد الحساسيه الشعوريه ديال الاعضاء
السفلى. دونك حنا ما عندناش حركه وما عندناش حتى حساسيه شعوريه فيما يخص الاعضاء السفلى. لي ميسك الينير سون انتاكت، يعني العضلات ولا الاعصاب ما فيهمش حتى شي مشكل. مزيان. السؤال الاول، بروبوزي دو هيبوتيز بور اكسبليكي لي ريزولتا دو دياغنوستيك بور شاكان دي دو باسيون. قال لك سيدي اقترح علينا جوج الفرضيات اللي غتفسر بهم المشكل اللي عند الشخص ا والشخص ب، يعني جوج الفرضيات. انا غنقول لكم شنو كاين. انت دائما ملي تيطلب منك فهاد النوع من التمارين تقول تعطي فرضيات كونسيرنون واحد واحد لو باسيون ا ولا باسيون ب، كتشوف بعدا انت المشكل اللي عندك لو باسيون ا ولا باسيون ب. الا عقلتي معايا لو باسيون ا شنو قلنا عنده؟ عنده مشكل او نيفو دو موفمون، ما تيقدرش يحرك لو كوتي دغوا كامل ديالو. دونك انت اعيد، عنده باراليزي دو كوتي دغوا دو كور، ما تيقدرش يحرك الجزء الايمن من لو كور ديالو حركه. دونك كون جو بارل دو موفمون شنو هما، غنشوف انا ما بيني وبين دماغي شنو هما العناصر اللي كيتدخلوا في لو موفمون مثلا فولونتير. صافي، شنو هما العناصر؟ الا عقلتي معايا كاين ثلاثه العناصر. شنو هما؟ كاين لير موتريس ياك اللي تيتنشا على مستوى السويه العصبيه الحركيه. كاين عندنا لا لينير اللي غادي يلعبوا دور ديال الموصلات حركيه. واش غادي يكون عندنا عاوتاني؟ وغادي يكون عندنا لي موسكل كوم ايتون دي زورغان افيكتور، لانهم هما اللي غادي يؤديو الحركه. انطلاقا من هاد الثلاثه انا غادي نشوف نعطي فرضيه انطلاقا من هاد الثلاثه هادو. هو ديجا هنايا معاونك قال لك لا موال ايبينيغ ما فيهاش مشكل، قال لك عاوتاني لي موسكل ما فيهمش مشكل. اش كيبقى لك؟ كيبقى لك ليزيون سيريبرال، يعني في لو سيرفو او نيفو دو لير موتريس، وغادي يبقى لك ليزيون دي نير حيت هو راه حيد لك لي موسكل. هانت شتي قال لك لي موسكل ما فيهمش مشكل. دونك انت تيبقاو لك جوج فرضيات، اما مشكل او نيفو دو سيرفو، اما مشكل او نيفو دي نير. وبالتالي شنو غادي نقول؟ ليزيون سيريبرال على ليبوتيز الاولى. ليبوتيز الثانيه ليزيون دي نير، اما كاين اصابه او نيفو دو سيرفو او لا اصابه او نيفو دي نير اعصاب. مزيان. دوزو دابا للشخص بي. الشخص بي شنو عنده؟ عنده باراليزي وعنده بيغ دو سونسيبيليتي. شوف العناصر اللي متدخله في هادشي هذا. عندي بالنسبه للباراليزي راه يساجي دو موفمون، يعني بيرت دو موفمون، ما بقاش حركه. شنو هما العناصر اللي كتدخل في الحركه؟ دائما عندك لو سيرفو، عندك لي نير، عندك لا موال ايبينيير، وعندك لي موسكل. هنا شنو قال لك؟ هنا قال لك لي موسكل اي لي نير سون انتاكت، ما فيهمش مشكل. صافي. دونك اش بقى لك؟ بقى لك لو سيرفو وبقى لك لا موال ايبينيير. دونك اما ليزيون سيريبرال، اما ليزيون دون لا موال ايبينيير، ستادير اما ليزيون او نيفو دو سيرفو او بيان او نيفو دو لا موال ايبينيير. وهكا تكون عطيتي الاقتراحات. اذا اعي دائما ما تيطلب منك في التمرين، وهادشي راه تيتحط في بزاف ديال الامتحانات الجهويه كونسيرنون لو سيستيم نيرفو، كيقول لك اسيدي اعطيني اقتراحات تفسر بها هاد مثلا هاد الفقدان ديال هاد الحركه هادي. انت كتشوف العناصر المتدخله، شي واحد مثلا اللي فقد الشوف شنو هما العناصر المتدخله في الشوف؟ حنا كنعرفوا ان الرؤيه حساسيه شعوريه، شكون هما العناصر اللي كتدخلوا في الحساسيه الشعوريه ديال الرؤيه؟ غادي يكون لورغان دو سونس اللي غادي يكونوا على مستوى دي ريسيبتور. دونك تسمى غادي تكون ليزيون او نيفو دي ريسيبتور سونسيتيف، اما غيكون مشكل مثلا في لو نير اوبتيك الرؤيه، اما غادي يكون مشكل في لو سيرفو يعني الباحه الرؤيه. ها انت كتعطي الاقتراح اللي بغيتي من الثلاثه. بالنسبه للحركه نرجعوا للتمرين ديالنا. انا قال لك اسيدي الشخص عنده اون باراليزي، باراليزي هي شلل يعني مابقاش كيتحرك. يعني غنشوف العناصر المتدخله في الحركه شكون هما؟ عندك لو سيرفو دائما، عندك لي نير، عندك لا موال ايبينيير، وعندك لي ميوسكل. بالنسبه للشخص ا قال لك لا موال ايبينيير ما فيهاش مشكل، لي ميوسكل ما فيهمش مشكل. اش كيبقى لك؟ تيبقى لك لو سيرفو غادي تقول ليه ليزيون سيريبرال، وتيبقى لك لي نير ليزيون دي نير. بالنسبه للشخص بي قال لك اسيدي لي ميوسكل اي لي نير سون انتاكت، ما عندناش مشكل في لي ميوسك وما عندناش مشكل في لي نير. اش كيبقى لك؟ تيبقى لك لو سيرفو وتيبقى لك لا موال ايبينيير، وراه داكشي اللي كتبت ليزيون سيريبرال او بيان ليزيون دون لا موال ايبينيير. فهم؟ يلا ندوزو. دابا شنو كيقول لك؟ هادو عطاهم لك كادوات، كلشي قدامك غادي تجاوب غير بداكشي اللي تتشوف، ما غتزيد حتى حاجه. قال لك اسيدي قمنا بواحد لا راديوغرافي، درنا راديو
بالنسبه للشخص ا وبالنسبه للشخص بي. ا درنا ليه راديو على مستوى الدماغ، الشخص بي درنا راديو باش نشوفوا ليطا الحاله ديال لا مويل ايبينيير. شنو طلب منك في السؤال الاول؟ قال لك كومباري، هنا كومباري قارن ما بين ليماج سيريبرال الصوره الدماغيه ديال لو باسيون ا يعني المريض ديالنا وما بين شخص عادي يعني شخص ما مريضش انديفيدو سا. صافي انت راه كلشي دايرين لك هنا ما تزيد حتى حاجه، اش تقول ليه بارابور مقارنه بلانديفيدو سا يعني الانديفيدو اللي عادي بصحه جيده لو باسيون ا ا كوا ا اون ليزيون دون ليميسفير غوش. شنو عنده؟ عنده اون ليزيون، عنده اصابه في الجهه اليسرى ديال الدماغ ديالو. فهم مقارنة بسيطة. دونك أعيد par rapport à l'individu sain le patient A a une lésion dans l'hémisphère gauche. عنده إصابة في l'hémisphère gauche في الجهة اليسرى ديال الدماغ. مزيان. سؤال موالي غادي نديرو نفس المسألة بالنسبة للشخص بي، غادي نقارنو لا مويل ايبينيير ديال لو باسيون بي مع لا مويل ايبينيير ديال واحد الشخص اللي عادي ما عندوش مشكل. لا ميم شوز par rapport دائما حنا كنقارنوا انطلاقا من الشخص العادي par rapport à l'individu sain là le patient B a une lésion dans la moelle épinière. عنده اصابه في لا مويل ايبينيير. اعيد par rapport à l'individu sain le patient B a une lésion dans la moelle épinière. فهم très bien. هذه هي المقارنه، مساله بسيطه بزاف. 3 en se basant sur les résultats d'une imagerie cérébrale et de la moelle épinière déterminer l'hypothèse valide pour chaque patient. قال لك انطلاقا من هذا الشيء اللي قمنا به هنايا صافي حدد لي دابا ما بين الاقتراحات اللي عطيتي قبيله شنو هو الاقتراح الصحيح. صافي حنا قبيله باش في الشخص اش قلنا؟ قلنا ممكن تكون اون ليزيون سيريبرال اصابه في الدماغ او لا اون ليزيون او نيفو دي نير يعني اصابه ديال الاعصاب. مزيان ما بين هاد الجوج هادو شكون هو اللي صحيح انطلاقا من هاد ليماجري هاد الصوره الدماغيه. فبطبيعه الحال الحاجه اللي صحيحه هي ليزيون سيريبرال. مزيان بالنسبه للشخص باش قلنا توتالو قلنا اما غادي تكون ليزيون سيريبرال اما ليزيون او نيفو دو لا مويل ايبينيير. انطلاقا من هاد ليماجري اللي عندنا هنا لاحظنا ان الاقتراح الصحيح هو ليزيون او نيفو دو لا مويل ايبينيير وبالتالي الاجابه غادي تكون هكا. بالنسبه للشخص ا الاقتراح الصحيح اولا ليبوتيز كوريكت سي ليزيون سيريبرال. بالنسبه للشخص بي la l'hypothèse qui est valide c'est la lésion dans la moelle épinière. مساله سهله شي شويه ديال الفرنسي والامور راه مقديه. ندوزو للسؤال الرابع والاخير. Établissez la relation entre la zone lésée et la paralysie des membres inférieurs et la perte de leur sensibilité chez le patient B. Très bien. Donc هنا شنو قال لك اسيدي؟ حدد لي العلاقه اللي كتربط ما بين هاد لا زون هادي ليزي حيت حنا دابا كنتكلموا على الشخص بي وما طالبين منك تفسر هاد المسائل بالنسبه لشخص بي. قال لك اسيدي حدد لي العلاقه اللي كتربط ما بين هاد الاصابه هادي اللي كاينه على مستوى النخاع الشوكي او لا لامول ايبينيير و لا بيرت دو موفمون يعني لا باراليزي ديال الاعضاء السفلى وايضا لا بيرت دو سونسيبيليتي يعني فقدان الحساسيه الشعوريه بالنسبه لنفس الاعضاء. سهله شنو غادي نقول؟ La lésion dans la moelle épinière empêche le transfert de l'influx nerveux moteur et de l'influx nerveux sensitif. هذاك الاصابه انا راه كنحاول نسهل لكم الاجابات باش يمكن لكم تفهموهم باش ما تلقاوش مشكل في الفهم. صافي كنحاول نعطي نقصر ما امكن الاجابه يكون فيها المسائل اللي هي مهمه. ما نحاولش نعطيكم شي حاجه اللي كثيره اللي غير نرونكم. بكل بساطه كما قلنا العطب على مستوى او الاصابه على مستوى لامول ايبينيير فهي غادي تمنع النقل ديال السيوله العصبيه الحسيه من جهه باش انها توصل للباحات الحسيه هذه من جهه ومن جهه اخرى فهاد لا ليزيون هادي راه غادي ما غاديش تسمح ايضا مرور السيوله العصبيه الحركيه اللي غتنتج على مستوى الباحه الحركيه باش توصل لي مومبغ انفيريور. فهمتي دونك المشكل اللي واقع هنا هو ان ديك الاصابه اللي كاينه على مستوى الاموال ايبينيا فهي ما غتسمحش بمرور السيوله العصبيه الحركيه من جهه والسيوله العصبيه الحسيه من جهه اخرى وهذا الشيء اللي تنفسروا به فقدان الحركه وفقدان الحساسيه الشعوريه بالنسبه للاعضاء السفلى. فهم
تخي بيان هكا كنكونوا نهينا التمرين ديال لو سيستيم نيرف دوزو. دابا غندوزو ليكزيرسيس دو. هاد ليكزيرسيس هذا حتى هو ساهل بزاف، ما فيه حتى شي حاجه صعيبه، لان عاطينكم كلشي. اذا فهاد التمرين شنو حاولنا نديرو؟ حاولنا نيدونتيفي ونحددو الخلايا المناعيه اللي تدخلات ضد واحد لا باكتيري اللي سميتها لا سالمونيلا تيفي، واللي مسؤوله على واحد لا مالادي، على واحد المرض اللي هو لا فيفر تيفويد. صافي مزيان. اذا كما قلت لوبجيكتيف ديال هذا التمرين، هذا الهدف من التمرين، هو نحددوا الخلايا المناعيه اللي تدخلات ضد لا باكتيري سالمونيلا تيفي. الا لاحظتي معايا مزيان هنا في هذا الجدول، هذا شنو عندك؟ عندك هنا الخلايا الدمويه، وهنا عندك العدد. هذا العدد هذا بالنسبه لمن؟ بالنسبه للشخص مريض وشخص عادي يعني بصحه جيده ما حاملش هاد لا باكتيري هادي اللي هي سالمونيلا تيفي. الوغ كيسكو غومارك، حنا لي غلوبول روج ما عندنا ما نديرو بهم، حيت حنا كنتكلمو دابا على المناعه. لي غلوبول روج ما تيتدخلوش في المناعه. اللي غنمشي انا نشوف هما لي فاغوسيت ولي لانفوسيت. علاش؟ لان هاد الخلايا هادو فهما خلايا مناعيه، دونك هما اللي غادي ندرسهم، هما اللي خصني نشوفهم. اش كنلاحظ؟ كنلاحظ ان بالنسبه لي فاغوسيت عند الشخص اللي هو بصحه جيده كاين 5500، بالنسبه للشخص اللي مريض عندنا 13200. بالنسبه لي لانفوسيت اش كنلاحظ؟ كنلاحظ ان عند ان انديفيدو سا 1900، عند انديفيدو اللي هو مريض 2100. شو كنلاحظ؟ كنلاحظ ان هناك ارتفاع في العدد ديال لي فاغوسيت ولي لانفوسيت. دونك العدد ديال لي فاغوسيت اي لي لانفوسيت شي لانديفيدو مالاد اي بلو غران كو العدد ديالها نفس الخلايا بالنسبه للانديفيدو اللي هو ما مريضش. سؤال اول، اون سو بازون سور لي دوني دو تابلو ديتيرميني اون جوستيفيون فوتر ريبونس لي سيلول انترفونون دون ليمونيتي كونتر لي باكتيري تيفيك او لا سالمونيلا تيفي. لك انطلاقا من المعطيات اللي عندنا في هذا الجدول اسيدي، عطينا حددينا الخلايا اللي غتدخل في المناعه ضد سالمونيلا تيفي. حنا شو لاحظنا؟ لاحظنا ان العدد ديال لي فاغوسيت ارتفع، العدد ديال لي لانفوسيت ارتفع عند الشخص اللي هو مريض. فبطبيعه الحال راه هادو هما جوج الخلايا اللي تدخلوا في المناعه. لاحظتي؟ بسيط، ما درنا حتى شي حاجه. دونك لي سيلول انترفونون سون لي لانفوسيت اي لي فاغوسيت. شكون هما الخلايا المتدخله؟ هما اللمفاويات هما لي فاغوسيت. شنو هي لا جوستيفيكاسيون؟ car il y a augmentation du nombre de ces cellules chez l'individu malade. باش عرفنا ان هاد جوج الخلايا هما اللي تدخلوا في المناعه، لاننا لاحظنا ان العدد ديالهم ارتفع عند الشخص اللي هو مريض. صافي جيد. ندوزو التمارين هادو، راه شفناهم بزاف لدرجه اننا صافي بدينا كنحفظوا هاد الشيء هذا. سؤال ديتيرميني اون جيستيفيون فوتر ريبونس النوع او لو تيب دو ميدياسيون دو لا ريبونس ايمونيتير انترفونون كونتر لا باكتيري دو لا تيفويد. دونك انا ملي تيقول لك لا ميدياسيون راه اما سيلولير ولا ايمورال. اش كتلاحظ هنا؟ هنا كنتكلمو على لي زونتيكور، كاين انترفونسيون دي زونتيكور، كاين تدخل ديال لي زونتيكور. ملي تيكون تدخل ديال لي زونتيكور فحنا كنتكلمو على مناعه اللي هي ايمورال. دونك هنا الاجابه هي سيت اون ريبونس ايمونيتير سبيسيفيك افوا ايمورال. علاش؟ كار اليا انترفونسيون دي زونتيكور، كاين تدخل ديال مضادات الاجسام. جيد. السؤال الموالي، كومباري لا ريبونس ايمونيتير كونتر لا باكتيري دو لا تيفويد شي لو سوجي اكس اي لو سوجي ايغريك. دونك كيما قلت لكم في الاول، حنا غادي نشوفوا هذا الاختلاف هذا اللي عند هاد لي دو سوجي على مستوى الاستجابه المناعيه. اش كنلاحظ؟ كنلاحظ ان شي لو سوجي اكس لا برودكسيون دي زونتيكور كانت روتاردي، تعطلات. شوف امتى كانت لا كونتاميناسيون، لا برودكسيون دي زونتيكور ما بدات حتى 7 جوغ ابخي، 7 ايام من مور لا كونتاميناسيون. زائد ان لوطو دونتيكور لا كونتيتي دونتيكور كانت شويه ضعيفه. صافي جيد. بالنسبه للشخص ايكغيك كنلاحظوا العكس، كنلاحظوا ان لا برودكسيون دي زونتيكور بدات مباشره من مور لا كونتاميناسيون. زائد ان لا كونتيتي دي زونتيكور او الكميه ديال لي زونتيكور كانت كبيره مقارنه بالشخص اكس. صافي. اذا الاجابه هي كالتالي، شي لو سوجي اكس لا برودكسيون دي زونتيكور اي روتاردي اي فيبل. دونك عند هذا الشخص اكس فالاستجابه او الانتاج ديال لي زونتيكور كان معطل شي شويه روتاردي.
زائد انه كان فيب كان ضعيف شي لو سوجي اي كلاحظ ان لا برودكسيون دي زونتي كور كانت رابيد صافي مباشره من مورا لا كونتاميناسيون زائد انها كانت بلوز امبورطون كو شي لو سوجي اكس صافي جيد انا تيقول لك فسر لينا هذا الاختلاف لاش كيرجع هذا الاختلاف فبطبيعه الحال هذا الاختلاف كيرجع لوجود سكون ابيل لا ميموار ايمونيتير الذاكره المناعيه بحيث ان الاجابه غتكون كالتالي لو سيستيم ايمونيتير دو سوجي ايغريك سو رابيل دو لا بروميير رونكونتر افيك لونتيجين غراس ا لا ميموار ايمونيتير دونك هنا لو سيستيم ايمونيتير ديال الشخص ايغريك استطاع انه يتذكر اول مره شاف فيها لونتيجين صافي غراس بفضل ماذا بفضل واحد الخاصيه اللي تتميز بها واللي هي لا ميموار ايمونيتير هادشي هو اللي تيفسر لينا ديك الاستجابه المناعيه اللي كانت اكثر فعاليه صافي جيد وهكا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو كنتمنى ان الشرح يكون الاعجاب ديالكم ان شاء الله هذا كان اول جهوي مازال غادي نديرو جهويات اخرى من هنا تما جو فو سويت بون كوراج راجعوا دروسكم مزيان ومع السلامه.